قبل الحرب العالمية الأولى كانوا عم بيلبسوا بعض الشرويل. ليه؟ لأنه الشرويل ما بيخليش يشوي بهودي تيابنا مزمركين على جسمنا، بتشوي بتعرق بتأثر كذا، بينما هوليك لا، له طيات طيات طيات. هيدا الشرويل شوف كم طي له، ها؟ لحتى يسترر الجسم. وهيدي كمان انتقلت لكل العايشين على أرض لبنان، ما كانش مختص بمنطقة عن منطقة، لا، كل الناس كانت كيف اليوم بتشيب، كان تنزل على بيروت بتشوف واحد لابس شروال، واحد لابس أوروبي أو شيء. معناتها الاختلاط بشعب لبنان إن كان مسيحي أو درجي أو متوالي كلهم يتقاربوا من بعضهم. وقت كنا شبيبات كنت أطلع على بعلبك على المهرجانات بعلبك، بدي أعمل فصل هزلة أنا وبي وأمي وأختي وكذا، ألبس شروال وألبس لبادي، وعندي صور قديمة بس قبلها لأول ما بعرف. بس بحب التراث. ليش؟ يعني اللي ما عنده ماضي ما عنده مستقبل. بالماضي لبسوا الشروال، تقبل ولا ما بتقبل، شرفتونا ضيوف قلال، حملتوا شعار المستقبل. أبدادون والباروك عم يتحضروا الأحد لانتخاب.